حذر الخبير في علم الفلك والجيوفيزياء لطب نطيرو من احتمال حدوث هزات أرضية متتالية خلال شهر أفريل الجاري وماي المقبل تكون متفاوتة الخطورة، مرجعا أسباب ذلك إلى التباين الحراري الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري. هي عندما يكون التباين الحراري معتبر أكيد يكون له انعكاس على ما يسمى ظاهرة امتداد أو تقلص الصخور والقشرة الأرضية بصفة عامة. فهذه الحالة كتباين حراري نعرفها مرتين في السنة في أكتوبر، يعني فترة ثانية مشابهة هي هذه اللي رانا فيها عندما البرد تكون في حالة بارد وتبدأ تسخن انطلاقا من ماي. هذا التباين الحراري هو اللي يولد هذا النشاط اللي تكلمت عليه بين آخر أفريل وماي. وفي سياق متصل أكد بوناطيرو أن الهزة الأرضية التي وقعت تدخل في إطار النشاط الطبيعي، موضحا في ذات الوقت أنها تزامنت ومطلع الشهر القمري رجب. احنا قلنا لكل بداية شهر قمري ما يسمى بمواعيد الاقتران والبدر للأشهر القمرية يكون فيه نشاط، وهذا وقع مع دخول شهر رجب، يعني هذا شيء بالنسبة لنا منتظر. وهل يكون فيه يعني تصاعد في النشاط أم لا؟ نحن نتوقع في شهر أفريل يكون فيه نشاط متفاوت الخطورة ولا يبلغ إلى درجة الخطر. بداية ماي يكون فيه نشاط متفاوت الخطورة. إذن هي جملة من التكهنات والتوقعات الفلكية تثبت صحتها من عدمها الأيام القادمة بمشيئة الخالق.